يواصل فريق مؤسسة حياة كريمة متابعة آخر عمليات تنفيذ مشروعات المؤسسة بقرية الأبطال بمركز قنطرة الشرق بمحافظة الإسماعيلية. وتم إنهاء أعمال التشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية، كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مركز الشباب والملعب القانوني، بالإضافة لتنفيذ كوبري ترعة الهدى الشمالي والجنوبي في قطاع الطرق، وكذلك الانتهاء من إنشاء نقطتي إسعاف ورفع كفاءة نقطة الإسعاف القديمة.